بص يا كريم يا ابني، ابنك في بطنك يا حبيبي. حاول تحترمني شويه، انا اكبر منك سنا. يا عم روح قول الكلام ده لمراتك الاول. مراتي؟ انا مراتي بتحترمني اخر احترام، انا سيطره في البيت ده. طب اكدب عليا في اي حاجه غير موضوع انك سيطره ده. بص يا كريم، انا محامي. يا عم وانا مالي؟ وانا سالتك. شغلتي في المحاماه علمتني ان في قضايا خسرانه ما ينفعش اترافع فيها، فسيبها. وانا مالي انا ومال قضاياك الزفت الخسرانه دي؟ انا عايز رشا. ما هو انا بكلمك عن رشا، علاقتك برشا قضيه خسرانه، سيبها. لمين؟ لاخوك الكحول؟ انا لا اسمح. اخويا مش كحول. لا، اخوك كحول وانتوا عيله معاقه اساسا، ورشا قضيه مش خسرانه. رشا 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 كريم، لا مش زي ما انت فاكر يا كريم. كريم كريم، مش نشرب العصير بقى؟ كريم كريم، انا اسفه كريم. ايدك كريم. انا اسفه. ما تتاسفيش يا حبيبتي، كفايه انك جيتي. يا كريم، كل اللي حصل ده اصلا كان غصب عني. هي هند اللي عملت لي كمين وجابت اخو جوزها علشان تجيبوني. ما 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 خلاص، ما تفكرنيش بهند صاحبتك دي وجوزها السيطره ده. وبعدين انت لازم تقطعي معاها دي خالص. اقطع معاها؟ اقطع معاها ازاي يا كريم؟ يعني افرض الموضوع بيني وبينك فكس، مش يمكن تجيب لي عريس؟ لا كريم، ده انا بهزر، ده انا بهزر معاك. ايوه طبعا انا لازم اقطع معاها، اصل انت ما شفتنيش انا هزقتها ازاي بعد ما انت مشيت. اصل يا حبيبتي هي دي رشا اللي انا اعرفها. الو. ايوه يا منعم. ادوارد، احمر على ابويا بطيخ حبيبي. ايوه يا منعم، انا هعتزل التمثيل خلاص، هبيع اعلام في التحرير.